بعد أن دعا مجلس اللجان المجتمعية للشركة مصافي عدن كافة شرائح المجتمع بالعاصمة عدن للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، شارك العشرات من أبناء عدن في هذه الوقفة، وطالب المحتجون بالتدخل العاجل لتشغيل مصافي عدن، والتي ستساعد على عودة نشاط المصفى في مجال تكرير النفط الخام وانخفاض سعر المشتقات النفطية. كما رفع المحتجون خلال الوقفة لافتات وشعارات تطالب بتشغيل المصفى كون عودتها يمثل عودة الحياة إلى العاصمة عدن، وأطلق المحتجون واسما حمل عنوان تشغيل مصافي عدن مطلب شعبي.